بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات التي تلوناها في الدرس السابق، وهي قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. هذا من جملة ما ذكره الله من مكايد اليهود والنصارى نحو العالم عامة ونحو المسلمين خاصة، لأن أكبر عدو لهم وأكبر ما يقف في وجوههم هم المسلمون، ولذلك تمنوا وودوا أن المسلمين يرتدون عن الإسلام وأن يتخلوا عن الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام هو قوة المسلمين، فهم يودون بكل قلوبهم أن المسلمين يتخلون عن الإسلام حتى يتخلصوا من هذا العدو الواقف في وجوههم. ولكن هذا من باب المستحيل، فالمسلمون لن يتخلوا عن الإسلام، والحمد لله لن يتخلى المسلمون عن الإسلام مهما فعل اليهود والنصارى من المكايد والحيل، فالإسلام باق ومنصور بإذن الله. لكن قد يؤثرون على بعض المسلمين وقد يدركون مقصودهم من بعض المسلمين، ولكن أن يتمكنوا من إزالة الإسلام وأن يتمكنوا من صرف المسلمين جميعا عن دينهم فهذا مستحيل، لأن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله جل وعلا لما ذكر للمسلمين مكيدة اليهود والنصارى وأنهم يريدون صرفهم عن دينهم، قال لهم جل وعلا: قابلوا هذا بالعفو والصفح، فاعفوا واصفحوا. وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد، فالمسلمون مأمورون بكف أيديهم والعفو عن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وعدم الالتفات إليهم أو الاهتمام بكيدهم، واصفحوا. الصفح معناه ترك العقوبة، أي لا تعاقبوهم. هذا في فترة أول الإسلام، لما كان المسلمون قلة وكان المشركون والكفار كانوا كثرة وكان بأيديهم قوة وكان المسلمون قلة وليس بأيديهم قوة، الله أمر المسلمين بأن ينتظروا، لا يتعجلوا في معاقبة الكفار والرد عليهم بالمثل، أن يصبروا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يشرع الله لكم، حتى يشرع الله لكم أيها المسلمون ما تردون به على كيد هؤلاء، وأن
تتمكنوا من رد كيدهم في نحورهم، وذلك إذا صار للمسلمين قوة يستطيعون بها الرد على أعدائهم، لأن كون المسلمين يردون على الكفار ويقاتلون الكفار والمسلمون قلة وليس بأيديهم قوة، هذا يجر على المسلمين، يجر عليهم ضررا وبلاء. فليس من الحكمة أن المسلمين إذا كانوا قلة وكان الكفار كثرة في البلد أو في الدولة وكانت القوة بأيدي الكفار، ليس من الحكمة أن المسلمين يناوشون الكفار، لأن هذا يجر عليهم ضررا أعظم حتى يأتي الله بأمره. فلما قوي المسلمون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار وكثر الإسلام المسلمون، حينئذ أمر الله بالجهاد. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، جاء أمر الله حتى يأتي الله بأمره، جاء أمر الله فأمر المسلمين بالجهاد. قال سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فلما شرع الله الجهاد عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش وغزى الكفار في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي فتح مكة وغيرها من الغزوات والسرايا حتى نصر الله المسلمين، حتى نصر الله المسلمين ودخل الناس في دين الله أفواجا. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فواصلوا الجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب وحتى أسقطوا دولة كسرى ودولة قيصر، هزموا الفرس والأكاسرة وهزموا الروم والقياصرة، وظهر دين الله عز وجل كما قال جل وعلا: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ودخل اليهود والنصارى تحت حكم الإسلام وأدوا الجزية للمسلمين صاغرين. هؤلاء الذين كانوا بالأمس يحاولون صرف المسلمين عن دينهم ويتطاولون عليهم صاروا بعد الجهاد أذلة مستضعفين. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله، هو القادر على أن يذل هؤلاء الكفار وأن يكسر شوكتهم وأن يقوي المسلمين ويمدهم بالنصر والعون حتى تكون الغلبة للمسلمين. وقد صدق الله وعده
حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمر الله المسلمين في تلك الفترة، فترة الصبر على أذى الكفار وعدم مقاومتهم، أمر الله المسلمين بإقام الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في أول الأمر. أقيموا الصلاة لأن الصلاة تربي المسلمين، الصلاة تربي المسلمين وتقويهم، كما قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة لها سر عظيم. أقيموا الصلاة مراد الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أقيموا الصلاة، ومعنى أقيموا الصلاة أدوها كما أمركم الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذه هي الصلاة القائمة، وأن تؤدى في مواقيتها، وأن تؤدى مع الجماعة في المساجد، وأن تؤدى بخشوع وحضور قلب، هذا معنى إقامة الصلاة. أما الصلاة التي لا تؤدى على ما أمر الله فإنها لا تكون صلاة. الصلاة التي لا تؤدى في وقتها هذه ليست بصلاة. الصلاة التي لا تؤدى مع جماعة المسلمين في المساجد هذه صلاة ناقصة، صلاة ناقصة غير تامة. الصلاة التي لا تؤدى بخشوع وطمأنينة وحضور قلب هذه ليست صلاة كافية، وإنما هي صلاة صورية ليست صلاة حقيقية. هذا معنى أقيم الصلاة. وآتوا الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة، الزكاة هي حق أوجبه الله في أموال المسلمين، حق معلوم للسائل والمحروم، والزكاة قرينة الصلاة. فمن صلى ولم يزكي وعنده مال ولم يزكه ترك ركنا من أركان الإسلام. فمن كان عنده مال تجب فيه الزكاة فإن هذا فرض عليه وركن من أركان الإسلام، وليس تبرعا إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو فرض محتم أوجبه الله. الصلاة إحسان بين العبد وبين ربه، والزكاة إحسان بين العبد وبين إخوانه المسلمين، فهما ركنان عظيمان. الصلاة تأمر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله وذكر الله أكبر. والزكاة طهرة، طهرة للنفس من الشح والبخل، وطهرة للمال، ومواساة للفقراء والمساكين والمحتاجين، ففيها سر عظيم. وإذا طابت نفس الإنسان بالزكاة طابت نفسه بغيرها من الصدقات، وإذا بخل بالزكاة فإنه يبخل بما سواها من باب أولى. فإخراج الزكاة يعود المسلم على الجود والإحسان وبذل المال في طاعة الله، كما أنه إذا حافظ على الصلاة تعود سائر الطاعات والقربات، لأن الصلاة عون له على ذلك. فالصلاة تفتح له باب العبادات القولية والفعلية، البدنية واللسانية والقلبية، والزكاة تفتح للإنسان باب الجود والمعروف والبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما تقدموا لأنفسكم من خير،
قليلا كان أو كثيرا فإنه محفوظ لكم عند الله، لن يقدر اليهود والنصارى على أخذه، لأنه عند رب العالمين في مكان أمين، لا أحد يقدر على أعمالك إنه يأخذها أو يبطلها أو يفسدها، لأنها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. فلا يقدر أعداؤكم مهما بلغوا لا يقدرون على إبطال ما تقدمونه عند الله من الخير، من الخير القولي والعملي والمالي وغير ذلك، كله يكون عند الله سبحانه وتعالى. تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أيضا لا يخفى عليه سبحانه، لا يخفى عليه ما تعملون، بل هو يبصركم ويبصر أعمالكم ويعلم أعمالكم، لا تخفى عليه صغيرها وكبيرها. فلا تظن إنك إذا عملت شيء من الخير إنه يخفى على الله جل وعلا، بل هو في مرأة من الله جل وعلا، ومسمع من الله، وعلم من الله. في أي مكان عملته وفي أي زمان عملته فإن الله يعلمه جل وعلا، والله بما تعملون بصير. هذا تأمين للمسلمين في أن أعمالهم محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، سواء كانت قليلة أو كثيرة، ظاهرة أو باطنة. وما تفعل من خير يعلمه الله، إذا كان كذلك فإن المسلم يطمئن وينشط على الخير ولا يحتقر من الخير شيئا، ولا يستصغر من العمل الصالح شيئا، فإنه كله محفوظ عند الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله جل وعلا يقبل الحسنة ويضاعفها أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يطمئن المسلم ويقويه على العمل، وهذا مما يجعل المسلم لا يخاف من أعدائه ولا يخاف من حاسديه، يحسن المعاملة بينه وبين الله، ولن يضره أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى آفة أخرى من آفات اليهود والنصارى، والطوام التي عندهم والجرائم التي عندهم. قال سبحانه: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه العنصرية الممقوتة. اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. هكذا يحتجزون الجنة لهم خاصة، فلا يدخلها إلا من كان يهوديا عند اليهود، ولا يدخلها إلا من كان نصرانيا عند النصارى. لن يدخل الجنة، لن هذه نفي، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، الهود يعني اليهود،
قيل سموا باليهود نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب، أحد أولاد يعقوب يهوذا نسبوا إليه أخو يوسف عليه السلام. وقيل سموا باليهود من الهود وهو التوبة، لأنهم قالوا إنا هدنا إليك يعني تبنا، إنا هدنا إليك يعني تبنا. وأما النصارى اليهود المراد بهم الذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام وإلى شريعة التوراة، وأما النصارى فهم الذين ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى الإنجيل، أولئك هم النصارى. سموا نصارى قيل لأن هذا نسبة إلى بلدهم، لأنهم من الناصرة في فلسطين، من الناصرة بلد في فلسطين نسبوا إليها. وقيل من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، أولئك هم النصارى. هذا اسمهم في الكتاب اليهود والنصارى. اليوم لا يتسمون بهذا الاسم لأنهم يعلمون أن هذا الاسم أنه أصبح ممقوتا وقد ارتبط به الذم، ارتبط به الذم. فاليهود لا يسمون أنفسهم باليهود، وإنما يسمون أنفسهم إسرائيل أو دولة إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هم من ذريته لكنه بريء منهم، هو نبي الله وهم كفار، ولا علاقة بين الكافر والنبي، فإسرائيل بريء منهم عليه الصلاة والسلام، فليسوا من إسرائيل من ناحية الدين، وإن كانوا من إسرائيل من ناحية النسب. النسب لا يكفي ولا يغني عند الله شيئا إذا لم يكن هناك دين. قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا يكفي. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب، عمه أخو أبيه، ماذا أنزل الله فيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما نفعه نسبه وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان كافرا. كذلك اليهود لا ينفعهم انتسابهم إلى إسرائيل، إسرائيل نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله عليهم الصلاة والسلام، فلا علاقة لليهود بإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد إلا من جهة النسب فقط، والنسب لا يكفي. فاسمهم الحقيقي اليهود وليسوا إسرائيل. النصارى تخلوا عن هذا الاسم، صاروا يسمون أنفسهم المسيحيين، وهذا كذب وافتراء. المسيح عليه السلام بريء منهم وليسوا من المسيح في شيء، كيف يكونون مسيحيين وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، والمسيح عليه السلام يقول لهم اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسيح بريء منهم وليسوا منه في شيء ما داموا أنهم على غير دين المسيح. لا يكون مسيحيا إلا من كان على دين المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو إفراد الله بالعبادة. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة. فلا يكون مسيحيا إلا من كان على دين المسيح، وأما من خالف دين المسيح فهو كافر مشرك وليس مسيحيا، والمسيح منه بريء. فتسميهم بالمسيحيين هذا كذب وافتراء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء،
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هكذا احتجزوا الجنة لأنفسهم. فاليهود يدعون أنها الجنة لهم خاصة دون غيرهم من خلق الله، والنصارى كذلك احتجزوا الجنة لأنفسهم خاصة وليس لأحد فيها نصيب. الجنة هل هي لهم؟ الجنة لله سبحانه وتعالى، هي ملك لليهود والنصارى؟ لا، الجنة ملك لله جل وعلا. هذا من تقولهم على الله جل وعلا وتطاولهم على الله سبحانه وتعالى. حتى المؤمن الموحد لا يجوز له أن يقول ما يدخل الجنة إلا أنا، بل المؤمن يقول كل مؤمن بالله ورسوله يدخل الجنة. أما أن يقول ما يدخل الجنة إلا أنا أو قبيلتي أو أهل بلدي، هذا لا يجوز للمؤمن. فكيف بالكافر؟ كيف الكافر يقول لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ وليست حكرا على أحد خاص. ولهذا لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز لأحد أن يقول الجنة خاصة بفلان أو ببني فلان أو بالقبيلة الفلانية. الجنة دار الله سبحانه وتعالى، خلقها للمتقين، أعدت للمتقين كما يقول سبحانه وتعالى. فهذا من جملة فضائحهم أنهم احتجزوا الجنة لهم خاصة، ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله تلك أمانيهم. هذا القول مجرد أماني، والأماني كاذبة. الأماني جمع أمنية، والتمني طلب المستحيل، التمني هو طلب المستحيل، أما الترجي فهو طلب الممكن. فهذا أماني، مجرد أماني لا تنفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى. تلك أي هذه المقالة وغيرها من مقالات اليهود والنصارى مجرد أماني لا تنفع شيئا عند الله. الجنة لا تدرك بالتمني، الجنة لا تدرك بالتمني، كما قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه على من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الجنة لا تدرك بالتمني، وإنما تدرك برحمة الله سبحانه وتعالى التي سببها العمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ما أحد يدخل الجنة بمجرد نسبه أو بمجرد أمانيه أو طلبه من غير عمل. الجنة لا بد لها من ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وبشر المؤمنين. الجنة لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن يقدموها لله سبحانه وتعالى في الجهاد، وأموالهم ينفقونها في سبيل الله. صارت الجنة ما تدرك إلا بثمن، إلا بالأنفس والأموال، بأن لهم الجنة. فالثمن هو الأنفس والأموال، والمثمن هو الجنة، والبايع هو الله سبحانه وتعالى، والمشتري هم المؤمنون.
والدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والوثيقة المكتوبة في هذا البيع التوراة والإنجيل والقرآن. فالجنة ما تدرك بمجرد الانتساب أو الأماني كما قالت اليهود أو النصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم. الرسول الله جل وعلا أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطالب اليهود بالدليل والبينة على قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وأن يطالب النصارى بالبينة على قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. ما هي البينة؟ هذه دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي. هؤلاء ادعوا أن الجنة لهم، ما هي البينة على هذه الدعوة؟ إذا لم يأتوا ببينة فهم كاذبون. قل هاتوا برهانكم. البرهان معناه الدليل والبينة، ولا يكفي مجرد الدعوة، لا بد أن يقيم المدعي بينة على صحة دعواه، وإلا فإنه كاذب. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء، لا بد من إقامة البينة. لم يأتوا ببينة فدل على أنهم كاذبون، ما جاءوا ببينة، سكتوا. هاتوا برهانكم. ما جاءوا ببرهان، وين برهانهم؟ ما جاءوا بشيء، ما عندهم دليل. فهذا فيه أن المدعي تلزمه البينة، وإلا فإنه يكون كاذبا. وهذا أصل من أصول القضاء، هذا أصل من أصول القضاء والحكم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلما لم يأتوا ببرهان صاروا كاذبين وليسوا بصادقين. ثم بين سبحانه وتعالى من هم أهل الجنة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم أهل الجنة الذين أسلموا لله وأحسنوا، هؤلاء هم أهل الجنة. من أي جنس ومن أي لون، سواء كانوا من العجم أو من العرب أو من البيض أو من السود أو من الجن أو من الإنس، إذا اتصفوا بهاتين الصفتين فهم من أهل الجنة دون نظر إلى عرقه وإلى أصله وإلى نسبه وإلى بلده وإلى وإلى. ما هي المسألة مسألة عنصريات ومسألة محسوبيات؟ الله جل وعلا لا ينظر إلى الأنساب، ولا ينظر إلى الأجسام والصور، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الجنة لا يحصل عليها إلا من اتصف بهذه الآية، بمعنى هذه الآية: أسلم وجهه لله. إيش معنى أسلم وجهه لله؟ أخلص عمله لله، أخلصه من الشرك والرياء والسمعة والنفاق، يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شرك وليس فيه نفاق وليس فيه رياء وليس فيه سمعة. هذا هو الذي أسلم وجهه. وأسلم وجهه يعني أخلص عمله ونيته وقصده لله. أما من كان عنده شرك فإن الشرك يحبط العمل، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.
ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي يدعو الله ويدعو غيره، يدعو الله تارة ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق، لكنه يدعو غير الله، يدعو الأموات ويتوسل بالأموات وينذر لغير الله ويذبح لغير الله، يذبح للقبور، يذبح للأموات، يذبح للأولياء، ينذر لهم، يستغيث بهم، هذا مشرك، هذا مشرك وعمله باطل، لأنه لم يسلم وجهه لله، وإنما أسلم وجهه لله ولغيره. والله جل وعلا لا يرضى بالشرك، يقول جل وعلا الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالشرك لا يقبل معه عمل، ولو كان الإنسان يعمل الليل والنهار، إذا كان عنده شرك أكبر فإنه لا يقبل وعمله حابط. وكذلك المنافق الذي يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر، يصلي ويصوم في الظاهر ويحج ويجاهد في الظاهر، لكن قلبه منكر، قلبه كافر مثل المنافقين. قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولو كانوا يظهرون الإيمان ويظهرون الأعمال الصالحة ويتظاهرون مع المسلمين ويصلون، لكن إذا كانوا منافقين فإنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لم يسلموا وجههم لله عز وجل. وكذلك المرائي الذي يعمل العمل لأجل المدح، يعمل العمل، يصلي، يصوم، يتصدق من أجل أن يمدحه الناس، يطلب العلم من أجل أن يمدحه الناس، يذكر، يتكلم من أجل أن يمدحه الناس أو يقولون إنه عالم أو يثنون عليه، هذا ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يسلم وجهه لله ولم يسلم عمله، هالعمل اللي عمله ليس لله، هذا للرياء والسمعة. هذا فليحذر المسلم، يحذر المسلم أن يكون عمله تعبا بلا فائدة. هذا شرط. الشرط الثاني وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعمل أعمالا لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، ولو كان مخلصا فيها وليس فيها شرك، لكن إذا كانت على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد أن يكون عمل الإنسان موافقا لسنة الرسول. إذن العمل لا يقبل ولا ينفع إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة وإحداث شيء لم يشرعه الله، ولو كان قصده حسنا. ما دام أن هذا العمل لم يشرعه الرسول فلا ينظر إلى قصده، ينظر إلى أن هذا بدعة مردودة على صاحبها مهما أتعب نفسه فيها. إذن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مأخوذ من قوله: أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الشرط الأول، وهو محسن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول ينفي الشرك، والشرط الثاني ينفي البدعة،
فإذا كان الإنسان يريد الجنة فليأتي بعمل على هذا الأساس، بعمل خالص لله وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخل بأحد هذين الشرطين فإن عمله باطل مهما أتعب نفسه فيه. هذا هو الجواب من الله سبحانه وتعالى والرد على اليهود والنصارى. بلى، هذا نقض لنفيهم، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، له أجره عند ربه وهو الجنة، ولا خوف عليهم مما هم قادمون عليه، لأنهم يكونون آمنين يوم القيامة، آمنين من الأهوال والأخطار والمخافات التي يتعرض لها الناس يوم القيامة، هؤلاء يأمنون لا خوف عليهم في المستقبل في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه، أنتم قادمون على أمان وعلى نعيم وعلى سرور وعلى رب رحيم، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما تركتم من الدنيا والأموال والأولاد، لأن ما عند الله خير لكم مما تركتموه. هذا الذي يريد النجاة، هذا الرد على أهل الكتاب الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله جل وعلا قال لهم هذا كلام باطل، الجنة يدخلها كل من اتصف بهاتين الصفتين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من العرب أو من العجم أو من الفرس أو من الروم أو من السود أو من البيض أو من الجن أو من الإنس. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط لدخول الجنة. فمن كان يريد الجنة فهذا طريقها، أما مجرد الأماني والعنصريات والتحزبات فهذا لا يفيد شيئا عند الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالهداية والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم معرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك. اللهم أصلح بطانتهم واهدهم سبل السلام، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سافرت من أبها إلى جدة وأحرمت من جدة بقصد العمرة وأديت العمرة، وبعد ذلك سألت أحد المشائخ فقال لي لابد أن تحرم من الميقات يا لملم وتعيد العمرة، وقد فعلت ذلك، فما كفارة العمرة الأولى وجزاكم الله خيرا؟
أول الجواب صحيح، أول الجواب قال لك إنك أخطأت في كونك تعديت ميقات أهل اليمن وأحرمت من جدة، هذا خطأ وهذا الجواب صحيح. لكن قوله تعيد العمرة هذا غلط، هذا غلط. العمرة صحيحة، العمرة صحيحة، ولكن عليك دم، عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء عن تجاوز الميقات بدون إحرام، ولا تعيد العمرة، ولو عدتها ما يسقط عنك الدم. نعم نعم، الفدية ذبح شاة تجزي في الأضحية، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء ولا تأكل منها شيئا. نعم. هذه سائلة تقول: امرأة طافت طواف الوداع، نعم، لحج عام 21 وعليها العادة الشهرية، وأفتاها بعض رفقتها أن عليها دم لفقراء الحرم، فهل ما أفتوها صواب؟ وإذا لم يكن صوابا فماذا يلزمها مع علمها بأن الحائض لا تطوف بالبيت أفتوها مأجورين؟ إذا كان الواقع ما ذكر أنها طافت للوداع وهي حائض ليس عليها شيء، لأن الحائض ليس عليها وداع، فطوافها خطأ، ما عليها وداع، الحائض ليس عليها وداع، تسافر بدون وداع، خفف الله عنها. الحديث أمروا أن يكون، يعني الحجاج أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أحابستنا هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف للإفاضة، قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال: فانفري إذن. فأسقط عنها طواف الوداع، الحائض ليس عليها وداع، وطافت خطأ وليس عليها دم، لأن لا ليس عليها وداع أصلا. نعم. هذا سائل يقول: هل ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل من أفعال الصحابة في الخروج إلى الحل والإتيان بعمرة لمن ليس من أهل مكة؟ نعم، ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها لما أحرمت متمتعة، أحرمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم متمتعة بالعمرة إلى الحج، ثم نزل عليها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة، واستمر معها الحيض حتى جاء يوم التروية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي بالحج، أحرمي بالحج، فأحرمت بالحج وأدخلته على العمرة وصارت قارنة، بدل أن كانت متمتعة صارت قارنة. فلما فرغوا من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة، كأنها لم ترضى بالعمرة التي دخلت مع الحج، عمرة القران، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، لأنها تريد أن تأتي بعمرة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: عمرتك التي مع الحج، طوافك بالحج وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. فأبت إلا أن يعمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، أرسلها إلى التنعيم، فأحرمت من التنعيم لأنه أقرب الحل، أقرب الحل. فهذا دليل على أن من أراد العمرة وهو في مكة أنه لا يحرم من مكة، وإنما يخرج إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى الحديبية، ويحرم من خارج الحرم. العمرة لا يحرم بها من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. نعم. سائل يقول: أنا ذاهب اليوم إلى الجزائر بعد العشاء، هل طواف الوداع يكون بعد المغرب أو العشاء؟ أول شيء الوداع إنما هو للحج، ما يجب إلا للحج، أما العمرة فليس لها وداع واجب،
لكن إذا أردت أن تطوف للوداع زيادة خير تطوف عند السفر، عندما تريد الركوب ركوب السيارة تطوف للوداع. أما أنك تطوف للوداع وتبيت في مكة هذا لا يكفي ولا يصح الوداع، إذا بت في مكة لا يصح الوداع. إذا وادعت لازم تخرج من مكة. نعم. هذا سائل يقول: ما هي الصفة الصحيحة للسلام على الحجر الأسود في الطواف؟ الحجر الأسود لا يسلم عليه، وإنما يستلم باليد ويمسح ويقبل، تمسحه بيدك اليمنى ثم تقبله إذا أمكن هذا بدون زحام وبدون مشقة، فإن لم يمكن فإنك تشير إليه بيدك، إذا حاذيته تشير إليه بيدك وتكبر وتمضي في طوافك. نعم. هذا سائل يقول: أرى بعض الناس يدعون عند بئر زمزم، فهل لهذا الفعل مزية وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدعى عند زمزم، هذا ما ورد فيه، ما هو موطن دعاء. زمزم للشرب، يشرب الإنسان ويدعو دعاء الشرب، دعاء الشرب، سواء شرب عند زمزم أو شرب ماء زمزم في أي مكان يدعو بالدعاء، يقول بسم الله في أول الشراب، وإن دعا وقال اللهم اجعله علما نافعا وعملا صالحا وريا وشبعا. قد ورد شيء من هذا، الدعاء لماء زمزم خاصة، وإلا المشروع أنك تقول بسم الله وتشرب مثل غيره من المياه. نعم. وأما أنه يأتي ويدعو عند زمزم هذا ما له أصل ولا دليل على هذا، بدعة. نعم. هذا سائل يقول: يوجد لدينا مسجد في إحدى القرى، وسمعنا من بعض كبار السن في القرية يقولون إنه يوجد تحت هذا المسجد قبور، علما بأن أمام هذا المسجد مقبرة. سؤالي: هل تجوز الصلاة في هذا المسجد وجزاكم الله خيرا؟ هذا وين فيه؟ ما ذكر المكان. هذا لابد أنه يراجع فيه المحكمة، تراجع فيه المحكمة التي في البلد، القاضي الذي في البلد يراجع في هذا، والقاضي ينظر في هذا الأمر هل هو صحيح أو ما هو صحيح. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل للجمعة راتبة؟ وهل تسقط عن المسافر إذا صلى الجمعة مع الجماعة؟ نعم، الجمعة لها راتبة بعدها، بعد صلاة الجمعة، أما قبلها فليس لها راتبة، لكن يصلي قبلها ما تيسر، لا على أنه راتبة للجمعة ولكن على أنه نفل مطلق. وأما بعد الصلاة الجمعة يصلي الراتبة، أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، أو 6 ركعات بثلاث تسليمات، هذه راتبة الجمعة. والمسافر إذا صلاها مع الإمام وصلاها مع المسلمين ليس عليه راتبة لأنه مسافر، المسافر ليس عليه رواتب. نعم. ويقول أيضا: ما صحة حديث العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر؟ حديث صحيح، العين يعني الإصابة بالعين، الإصابة بالعين، العين حق والإصابة بها حق، وهذا من آيات الله أنه يجعل في بعض الناس يجعل فيهم هذه الخاصية، أنهم إذا نظروا إلى شيء أو تفكروا في شيء فإن هذا الشيء يتأثر بإذن الله، هذا من آيات الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. والمصاب بالعين يعالج بالرقية، يعني يقرأ عليه العاين، يقرأ عليه من القرآن، ينفث عليه، كذلك يغسل إزاره وبدنه، ثم تؤخذ الغسالة وتصب على المصاب يشفى بإذن الله. العين حق، وهي تدخل الجمل القدر، يعني تصيب الجمل فيموت الجمل ويطبخ بالقدر أثر إصابة العين، والإنسان تصيبه ويدخل القبر، وكل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم. هذا سائل يقول: أنا علي قضاء بعض الصلوات
فبماذا أبدأ، بالفجر أم بصلاة الظهر التي تسمى الأولى؟ وإذا كنت في سفر فهل يجوز لي أن أقصر من هذه الصلوات؟ أول السؤال، تصلي تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، هذا عن اليوم الأول. عن اليوم الثاني تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا. نعم.